حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم يا عمارة بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد مجددا برفقة شاعرة تحلو هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بيت القصيد للأردن الحبيب. ومن هناك ضيفتنا الشاعرة عبير الخضراء، وهي التي يعني تنير استوديوهات الرافدين اليوم. الشاعرة عبير الخضراء من الأردن، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياك الله أستاذ مصطفى، أسعدني جدا الحضور في حلقة من حلقات بيت القصيد. مباشرة لنتحدث عن العلاقة الجغرافية والأخوية والعائلية، طبيعة العلاقة على بساطتها ما بين المجتمع الأردني والمجتمع الفلسطيني من تلقاء تجربة امرأة أردنية أيضا لها جذور فلسطينية. العلاقة علاقة ودية وعلاقة الحب، علاقة التوأمة بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني، والامتزاج والخليط المتجانس الجميل الكبير في المعنى والكبير في قيمته في معناه. عائلتي أكثرهم يعني أنا عندنا الشعب الأردني والشعب الفلسطيني متمازج. أنا بنتي زوجتها لشاب أردني، وأنا أصلاً من أصل فلسطيني، أردنية من أصل فلسطيني، وأعشق تراب الأردن وأعشق تراب فلسطين. إذن أنت جمعتي خريطة الوطن العربي، فكما أعلم أن أجداداً لك من أصول أمازيغية وفدوا من المغرب إلى فلسطين. صح، جدي الأكبر صالح الخضرة استوطن فيه، جاء من شمال إفريقيا من الساقية الحمراء في المغرب، بن خضرة صالح بن خضرة. نعم. واستوطن في صفد، ومن ثم طبعا الاوطان جميع بلاده العربي اوطاني، من الشام لبغداني، يعني هاي مصداقيه، اكبر مصداقيه للقول تحقق هذا. امي اصولها جزائريه ايضا، وسكنت جدي في يافا جدها والدها، وسبحان الله من صفد الى يافا الى الاردن جميعها اوطان. حدثينا عن سيرتك بما لا يزيد عن دقيقة، سيرة مقتضبة تفضل. سيرتي عبير أحمد الخضراء، أحب الله والذكرى وأمضي للعلا قدما أجيد الفن والشعر. أنا درست كيمياء من جامعة اليرموك، خريجة جامعة اليرموك، درست عبر 20 عاما في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية، ثم انتقلت إلى مساعدة ومديرة مدرسة لمدة حوالي 7 سنوات، والآن متقاعدة، مديرة متقاعدة. بعد التقاعد وهبني الله جناحات كي أطير وأحلق في وأزور البلاد إن شاء الله. فأشعر بسعادة تغمرني جدا بعد العناء والتعب عمر السنين، انطلاقتي في مشروع الشعري بإذن الله رح تكون. بإذن الله. هنا نتحدث عن الوطن الذي يأتي طوعا إلى روح الشاعرة فينعكس انتماء على القصيدة. هنا ما تتحدثين عن حنينك إلى فلسطين، الحنين أيضا إلى الأردن وأنت المقيمة فيها وأنت ابنتها، ما الشعور الذي يكتنفك قبل كتابة أي قصيدة وطنية؟ شعور جميل جدا. كنت في زيارة إلى القدس وصليت في القدس والحمد لله رب العالمين في رمضان الماضي. نعم. استوحيت أبيات من زيارتي للقدس، الحنين للوطن، سأقرأها عليك. تفضل. حمام السلم يبكي في أنيني على وطن تقطع من وتيني، على قدس توجع باحتراق وعودنا على الناي الحزين. شوارعه تئن بأذن شعري، تلقنه حروفا من شجوني، وتروي قصة الأيام لحنا، وتملأه المشاعر بالحنين. إلى فلسطين هذا الشعر يجدو، عسى الألحان ترجع بالسنين. إلى فلسطين، إلى فلسطين هذا الشعر يجدو، على عسى الألحان ترجع بالسنين. إلى وطن بلا حرب وموت نعيش به بفلس قبل طين. هذه البساطة التعبيرية بحب الوطن والشوق إليه قد تقودني إلى سؤال طبيعته، هل الفلسطيني
دائما يستحضر فكرة الهجرة والحزن حتى وإن كان يعيش واقعا سعيدا إذا وجدت السعادة. هي خلايا مسطرة بذكرياته بذاته بحياته بدفتر الأيام مسطرة حرف حرف وسطر سطر. لا يستطيع الشاعر من أصوله إلا أن يرجع إلى جذوره وأن تحتويه مشاعره ويكتب لها. أجمل ما في هذا البرنامج أننا نتحدث الدارجة على بساطتها وعفويتها حينما نتحدث عن الشهداء الذين يقدمون للأرض دماءهم يضحون من أجل الوطن الذي يحبون. أنت ومن منطلق كونك أما للكثير من الأبناء طبعا. وأيضا كونك يعني طبعا. مؤثرة في من يحبونك من الشعراء الذين يصغرونك سنا، ما هي المشاعر التي تكتنفك وتسيطر عليك حينما تعلمين أن أحدهم أي الشباب قتل دفاعا عن قضية شرف يعتز بها ألا وهي قضية فلسطين؟ لا الشعور الذي يسكن بك. الشعور شعور الأم التي فقدت أبنائها. نعم. أذكر الشهيد عمر أبو ليلى لم أنم ليلتها. نعم. يوم وفاة هذا الشهيد وعن في أكثر من شهيد، لكن عمر أبو ليلى والشهيد محمد أبو خضير أيضا كتبت فيه قصيدة موجودة في ديواني الأخير، لكن الشهيد عمر أبو ليلى أثر فيه بشكل كبير. لم أستطع أن أنام قبل أن أكتب له قصيدة أقول فيها. تفضلي. أسد ويزأر في دروب الغاب من يوم ثورته على الإرهاب، من يوم أن مد الظلام حباله بشوارع الأقصى بكف خرابي، قد صاغ دستور الكرامة صرخة تعلو بصوت الحق في الأحقاب. يا من حملت الروح في كف المنى وبذلتها للحق بذل سحابي. الله. يا من حملت الروح في كف المنى وبذلتها للحق بذل سحابي، خذنا إلى ورد الكرامة علنا نسقى بماء العز كأس شرابي. خذنا إلى ورد الكرامة علنا نسقى بماء العز خير شرابي. شابحت ليثا ثائرا بشجاعة صان الشهامة في عرين مؤابي. شابحت ليثا ثائرا بشجاعة صان الشهامة في عرين مؤابي. الله الله الله. ورسمت وجه الصدق دون محابر وكشفت كل منافق كذاب. ورسمت وجه الصدق دون محابر وكشفت كل منافق كذاب، وصرعت كل مهادن في حينا يمشي كما ذنب من الأذناب. وجعلت بصمتك العلية شاهدا وختمتها شرفا على الأبواب. عرى جيوش الزيف في أوكارها فبدت وجوه الجبن خلف حجابي. قمر يفيض بنوره وبهائه عبر الضمير الحي والألباب. هو ليس يرضى بالمهانة إذ يرى ظلم العدا وتخاذل الأعراب. يا الله. هو واحد لكنه جيش أعاد النصر رغم تجمع الأحزاب. الله الله جميل. هو واحد لكنه جيش أعاد النصر رغم تجمع الأحزاب. هو منذ مولده شهيد الحق، شهيد المجد للعلياء طار محلقا بثواب. من رحم أرض ما بكت شهداءها يوما ولا ركعت على الأعتاب. من عاش حرا في سؤال حياته جاء الممات وكان خير جوابي. إن يطلب الوطن السليب فداءنا بالدم نفدي أرضنا وروابي. بالدم نفدي أرضنا وروابي وأنعم به من فداء. لابد بعد هذا الإلقاء العاطفي الجميل وهذا النص الذي فيه شجن وحزن عميقين على شهيد مضى من أجل قضية يؤمن بها وطبعا نؤمن بها جميعا، بعد كل هذا لابد من استراحة قصيرة
نذهب أنا وأنت والسادة المشاهدون من خلالها لمتابعة قصيدة لأحد الشعراء، ما رأيك؟ بالتأكيد. إذن أعزائنا المشاهدين، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى إجابة شاعرتنا لهذا العدد من بيت القصيد. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. يوسف أجمل في القصيدة، في الشعر، في الشعر يغدو الجب أوسع مدخلا، ويصير يوسف في القصيدة أجملا، والذئب ينشب في النشيد نيوبه، ويقطع الأوزان فاعل أفعل، وأنا أغادر من كثافة طينتي أنزاح، أصبح آدميا أمثلا، وأصيح أو أعوي فحامل لوعتي سيان، أنشد للأسى أم أعولا، لو أن لي كف المسيح مددتها حبا يصير كل سيف منجلا، وحصدت ما في أرضنا من حنظل، فالأرض تمرض حين تنبت حنظلا، الأرض تمرض دون حبة سنبل، فمتى نعالجها لتنبت سنبلا؟ آباؤنا كبروا، آباؤنا كبروا لأرذل عمرهم، واليوم كل العمر أصبح أرذلا، آباؤنا كبروا لأرذل عمرهم، واليوم كل العمر أصبح أرذلا، عد يا أبي فالحقل نام، وطالما بالأمس أيقظت الحقول مبسملا، والأفق كحله الحديد، والأفق كحله الحديد، فلم يعد أفقا بأعناق النخيل مكحلا، وأنا الفتى الهجري إلا نخلة ما عدت أمنحها الغرام الأول، قزح على خد السماء يقول لي كن كالشتاء إذا انحنيت مقبلا، كن كالتراب متى يحس بطعنة يصغي لنغمتها وينسى المعولا. في الشعر، في الشعر ينبعث السلام إلى المدى، من سقف حنجرتي ملاكا مرسلا، وخطاي تسأل في صدى إيقاعها ما للشوارع لا تفيض قرنفلا، لي وحشة الغصن الجميل، لي وحشة الغصن الجميل، إذا اغتدى سهما بأحلام الرماة محملا، عطشي على مرمى الغدير ولم يصل، حيث احتمال الماء بات مؤجلا، أجثو هناك، أجثو هناك على رصيف حكايتي، وأمد كيسي في المدى متسولا، وطنا لوجه الله يحضن غربتي، وطنا يجيء من السماء منزلا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من بيت القصيد رفقة الشعر من الأردن، لمن التحق بنا حديثا الشاعرة عبير الخضراء، ولاسمك في قصائدك نصيب كبير، لكن لن نتحدث عن هذا النصيب الآن، ولكن سنتحدث عن موضوع آخر، وهو الأثر الذي تتطلعين إلى إرسائه في نفوس كل من يحبون قصائدك، ما الذي تتطلعين إلى تحقيقه؟ الشعر رسالة. نعم. الشعر قبل كل شيء، إن لم يصل شعور الشاعر للشاعر إن لم يصل شعور الشاعر للمتلقي ف لا جدوى أن يقال له شعر. ليس بالتأكيد. الشعر أن تقول أنت المتلقي الشعر قبل أن أقوله أنا. نعم. أنت أن تجد الكلمات
تمر معك بسلاسة وجمال كمتلقي قد تنطق بالكلمة أنت قبل أن ينطقها الشاعر. نعم. هون يكون الشاعر قد وصل إلى الضمير وإلى الشعور الجميل في الجمهور المتلقي. حتى أنا هناك من يقول إن المتلقي هو شاعر ولكن من درجة ثانية كونه يشعر بالكلمات التي يتلقاها. بالتأكيد بالتأكيد. وسبحان الله الأذن الموسيقية عند جمهورنا الذي الجمهور المثقف جمهورنا. نعم. العربي جميعه ما شاء الله مع خبرتي وتعاملي مع الكثير من الجمهور له أذن موسيقية حساسة حساسة للشعر الجميل. نعم. جمهور غير مستعد أن يسمع شعر أو ما يشابه الشعر لم يلمس قلبه. نعم. لم يلمس مشاعره. أحسنتي. الجمهور يتلقى يعني نسمع كثير من الشعراء ومن الأدباء لماذا أصفق لي دون ذكر أسماء طبعا لفلان أو لفلانة وبعض الشعراء يقفون على المنبر والمصطبة ويقول متى بدأ ومتى انتهى. نعم. قد لا ألحظ منه أو لا أحفظ منه بيت واحد بينما بعض الشعراء نصف قصيدته أحفظها قبل أن ينزل عن المنصة لأن الشعر ملكني وصل إلي من سيابي وفي الشعر رسالة. أحسنتي. بالتأكيد. دعينا نتحدث الآن عن شيء مفاجئ ربما بطرحي إليك يعني بطرحي الآن لهذا التصور تصور الحزن العربي الذي نعيش وقعه في روح الشاعر عبير الربيع العربي وللأسف أنا أتحدث عن الحزن العربي بعيداً العربي الحزن العربي ما هو الربيع العربي تحول إلى الحزن العربي. نعم. وإن شاء الله يعود ربيعاً بإذن الله تعالى. تأثرت في الأوضاع السياسية في البلاد الكثير. العربية العراق الشام بمختلف الدول اليمن الآن. نعم. وغداً وقبل غد وقبل البارحة يعني فلسطين وما يحدث للشعب الفلسطيني جميع الدول الشتات شعب الشتات احنا في جميع الدول العربية. هل الشعر مطبوع على الحزن؟ لا مش هو المشاعر إلا قد لازم من الضروري أن تؤثر في الشاعر وفي بيئته التي يعيشها أصلا لا يكون شاعر إذا لم يشعر. نعم. كيف يكون شاعرا وهو لم يشعر؟ أقرب المشاعر القريبة إلى قلبك الحزن الأمل الألم السعادة الرغبة الحزن والألم يعني نحاول إن شاء الله استبداله بالأمل والتفاؤل. نعم. بإذن الله. هل هما وقودك بكتابة القصائد؟ بالتأكيد حتى في أثناء كتابتي قصيدة للقدس لا أستطيع كشاعرة إلا أن أحزن ولا أستطيع إلا عند الأمل أن أفرح. نعم. خذينا إلى قصيدة جديدة إلى قصيدة القدس سأخذكم. تفضل. يا قدس فجر توضأ كي يقيم صلاتي والقبلة الأولى بليل غزاتي ظلت على الأيام رمز قداسة سطعت كنور الشمس بالآيات فاضت بحور الشعر حتى تحتفي أقلام كاتبها على المرآة فاضت بحور الشعر حتى تحتفي أقلام كاتبها على المرآة يا نبضة القلب المحير أمرها هلا أتيت بمنتهى الغايات القدس ملحمة القصائد كلها من غير حبر أو دموع دواتي القدس ملحمة القصائد كلها من غير حبر أو دموع دواتي وطن الرباط منارة لحروفنا كتبت جهاد الحرف بالكلمات فنزفت حبر مواجعي لأنينها فتلونت بمداده بصماتي أبناء قلبي غادروني كلهم والعمر يمضي قاسي اللحظات أبناء قلبي غادروني كلهم والعمر يمضي قاسي اللحظات والقدس من للقدس يا أعرابنا والقدس من للقدس يا أعرابنا يمن وسوريا كحال الشاتي من زور التاريخ حتى لا نرى إلا طلاسم في عقول الذات
معراج خير الأنبياء بأرضها، معراج خير الأنبياء قد مسه وصب بكف طغاتي، حاولت عزف مشاعري فإذا بها تأتي بعكس اللحن والنغمات، حاولت عزف مشاعري فإذا بها تأتي بعكس اللحن والنغمات، إن أطفأ شمع الأماني عنوة فأنا سأمضي كي أضيء نواتي. كي أضيء نواتي فأنا سأمضي كي أضيء. هنا تبقى بذرة الأمل في ضمير الشاعر إن شاء الله، التي سيغرسها في الأجيال القادمة، في الأجيال المقبلة. حينما نتحدث عن حزن القدس ربما يفرض ذاته علينا الحزن الموزع في يعني على طول عرض الخريطة العربية، وللعراق شيء من نصيب هذا الحزن. لكن قبل أن أذهب إلى النص الخاص ببلاد الرافدين وحب بلاد الرافدين، أود أن أسألك عن فكرة نحن كشعوب، ما الذي ينقصنا حتى يصبح الحب واقعا فعليا لا لفظيا فقط فيما يتعلق ما بيننا كلنا كشعوب؟ التوأمة. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى الوحدة الشاملة، نحتاج إلى أن نكون يد واحدة، نحتاج أن نقف في وجه الظلم ونقول للظلم لا. ما الذي ينقصنا باعتقادك؟ هي كما قلت لك لست عميقة جدا بالحديث عن السياسة بحكم دراستي، ولكن بما يتأثر من حولي من بيئتي، تلقاء يعني من تلقاء تجربتك كمواطنة أردنية كشاعرة تكتب العربية تتأثر بالظروف يعني اللا طبيعية التي تحصل في المنطقة. واجب الشاعر هنا من أجل بث الأمل في نفوس الناس، أين يكمن تأثير الشاعر باعتقادك من تجربتك؟ كيف تؤثرين بالناس؟ كيف تتطلعين إلى التأثير؟ أنا أؤثر، دوري أعتقد أؤثر بالكلمة، والجهاد بالكلمة رسالة أيضا. نعم. إن لم أستطع أن أحدث تغييرا بكلمتي فلا أرى من شعري أو رسالتي في الشعر معنى. إن شاء الله إنه كلمتنا تصل للأجيال. إن لم تستطيعي أنت أن تغيري بيدك ربما تحفز كلماتك كلماتي آخر الآخرين على التفاعل، ما ينبغي فعله على الأرض. أحسنت. خذينا إلى قصيدتك بشأن بلاد الرافدين. بلاد الرافدين وسلامي للعراق. هي تفضل. أكثر أحب أن أقول سلامي للعراق، ولكني لم أطبعها من لا مشكلة، لكن تقرأي هذه، ها هي بين يدينا، موجودة في ديواني. تفضلي. أليست هذه القصيدة أيضا عن الحزن العراقي أم أنها مختلفة؟ ولكن العراق هنا مجسد عندي أكثر. تفضلي إلى القصيدة التي تحبين. سلامي للعراق، خيوط تواصلي عبر المآقي، أخيط بدمعها جرح العراق، أجمعه كثوب بات يرفى وأنثر فوقه عطر الوفاق، أفيض عليه من ماء فرات، أفيض عليه من ماء فرات، ولا أبقي لجرح أو شقاق، حدائق بابل نسجت بشعري تعطر كل حرف باشتياقي، على الأحلام تحسدني البرايا، ألا من رقية ترقي البواقي، على الأحلام تحسدني البرايا، ألا من رقية ترقي البواقي، وإن بالحلم أفكاري ستأتي على عجل سيحملني براقي، إلى بغداد إلى بغداد أشواقي تسامت لتبحث عن جدائلها الدفاق، الله، ويصرخ ناظري بلسان دمعي وتسكب مهجتي كأس الدهاق، وإن يرتد بالأجواء صوتي وبالأسماع ترسله السواقي، تباعدني وتدنيني الأماني، تباعدني وتدنيني الأماني،
فأدخل جنتي والنهر ساقي، سأجمع باقتي من كل روض وأهديها بحب للرفاق. بلاد الرافدين تعود قلبا فتنبض أحرفي نبض العراق. بلاد الرافدين تعود قلبا فتنبض أحرفي نبض العراق. هذا النبض كيف يمكن أن يصبح واقعا؟ بإذن الله أن يصبح واقعا برسالتنا للأجيال القادمة. نعم. بإذن الله والوحدة العربية الكاملة. أحسنتي. الآن الله. سنخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل بجديد قصائدك التي يعني من المؤكد أنها عذبة وجميلة، وسيتسع إليها المجال في ما تبقى من وقت. نخرج إلى فاصل. الشكر. شاهدينا إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال برحاب هذا العدد المتميز من برنامج بيت القصيد. ولمن التحق بنا حديثا أذكركم باسم ضيفتنا الشاعر عبير الخضراء، شاعرة أردنية تنير استوديوهات الرافدين في برنامج بيت القصيد. دعينا نتحدث الآن عن ما تنتظرينه من الشعر. ما الذي تتوقعين أن يمنحك إياه الشعر في قادم الأيام؟ ما الذي تتطلعين إلى تحقيقه؟ حاليا أنا أعمل على مشروع الشعري إن شاء الله يصل إلى جميع الوطن العربي وإن شاء الله عالميا، بالكلمة الجميلة بالشعور الجميل. طبعا لغة الضاد، نحن كشعراء أو كأدباء نخلص للغتنا العربية، إنه يصل نبض اللغة العربية ونحافظ على اللغة العربية لأجيالنا القادمة. نعم. طيب دعينا نتحدث الآن عن فكرة ربما تكون أعمق. هل الشعر العربي اليوم ترين أنه في مصاف الفنون الموجودة على الساحة لا يزال له تأثير في يعني مجموعات كبرى مثلا من الدول العربية؟ هل لا يزال يمارس أثره وتأثيره؟ بالتأكيد ما شاء في على مستوى الوطن العربي المهرجانات الشعرية في العواصم العربية، في القاهرة، في تونس، في المغرب، في الجزائر، وفي حتى في إسطنبول حضرتكم المهرجانات الشعرية ما شاء الله انتشرت في على نطاق واسع. في الأردن عندنا، في عمان، في المحافظات، في المفرق، في إربد، في الكرك، في جميع المحافظات، في العقبة، في جميع المحافظات الأردنية هناك مهرجانات شعرية بشكل دائم. نعم. في عمان أنا في بيت الثقافة والفنون، في منتدى البيت العربي، في أكثر من منتدى، وأنا عضو رابطة الكتاب الأردنيين. حدثينا عن جدوى وجود كل هذه المسميات، هل فعلا وجودها يمثل حالة صحية أم أنه ربما يفرق المشهد الثقافي وجعله أكثر تشردما؟ بالعكس، هذا مظهر صحي مجال جدا، مجال منافسة يعني، المجال وضع صحي جدا أن يكون هناك أكثر من منتدى وأكثر من مؤسسة لتبادل الشعر والشعراء والتوأمة والتأثير فيما بينهم، تسمع لأكثر من شاعر، أن تسمع لأكثر من وجهة نظر، لأكثر من فكرة،
هذا ينمي ويثري مخزونك الشعري. أحسنتي. إلى موجة الحب الآن. موجة الحب يجب أن نغير قليلا. نغير. نبض الحنين انتهى من وقت ما ابتدأ، وأرهق القلب في الأضلاع واختبأ. حتى الدموع بعين الشعر مفرغة، كأنما الشعر وجه يخبر النبأ. أوحى إلى الظل دمع العين ألهمه، فباح محبوبها فباح محبوبها بالسر واجترأ. من أين ترسل إلهاما لأحرفنا وموجة الحب تاهت والهوى انطفأ. أعطني إياها. هذه كخاطرة، سأعيد قراءتها هل تسمحين لي؟ تفضل. نبض الحنين انتهى من وقت ما ابتدأ، وأرهق القلب في الأضلاع واختبأ. حتى الدموع بعين الشعر مفرغة، كأنما الشعر وجه يخبر النبأ. أوحى إلى الظل دمع العين ألهمه، فباح محبوبها بالسر واجترأ. من أين ترسل إلهاما لأحرفنا وموجة الحب تاهت والهوى انطفأ. هذا يقودني إلى سؤال، لماذا قبضت القافية المهموزة ولم تنطقيها مفتوحة؟ تركتها مسكنة لراحة الإلقاء. هل لها بعد نفسي؟ أردت أن تقولي أنه يعني شخص هي ساكنة بعيد، هي ساكنة في القلب. نعم نعم جميل. هي ساكنة. أحسنتي. الآن دعينا نتحدث عن فكرة جدوى وجود مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الحالة المتجددة من النشر المتواصل من مختلف الأعمار وعلى تعدد الأذواق الأدبية. هل طبعاً. هذا ترينه يعني إضافة للمشهد الأدبي أم عبء وشيء يعني مزعج؟ والله أنا من تجربتي الشعرية، أنا اسمي اشتهر بعد ما عملت يعني من بعد انتشارك على كنت أكتب وفي أوراقي في دفتر مذكراتي لوحدي، ولم أفكر يوما أن أنشر شيئا مما أكتبه. بعد فطلبت من ابني بعد التواصل الاجتماعي والفيسبوك، لم يكن هناك شيء اسمه الفيسبوك بعد شيوعه وانتشاره. فقال لي ابني عبد الله، لماما لماذا لا يكون لك صفحة وأنشر فيها؟ قلت له ما شاء إن شاء الله. فبدأت بالنشر على هذه الصفحة ولاحظت إقبال على قراءة حرفي، وساعدني ذلك في يعني أنه أنتمي لعدة منتديات شعرية وجروبات على التواصل الاجتماعي، وصار هناك طلب تواصل مع الأصدقاء ومع الأدباء والكتاب، وحتى إنه التواصل مع مصطفى مطر كان عن طريق الفيسبوك. أشكرك. يعني هاي ما شاء الله، هذه أنا أعتز وأتشرف يعني بحضوري إلى بيت القصيد. الله يسعدك. الآن سنتحدث بعيدا عن الخاص إلى العام، باعتقادك هل هناك ما يهدد اللغة العربية والشعر وينبغي التيقظ والتنبه؟ بالتأكيد اللغة، خاصة المشاعة في الموبايلات الجديدة الأنجلو أرابيك، خاصة الجيل المراهقين الآن يستخدموها. هذه أكبر إساءة للغة العربية، أن تكتب اللغة العربية بالأحرف الأجنبية المفبركة. الآن يستخدموها في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا خطر يهدد بشكل كبير اللغة العربية إن شاء الله، لا سمح الله. يعني إنه يعني هناك خشية من شيوع مثل هكذا، هذه طبعا نخشى فيها. لكن ما دام الشعر وما دام القرآن كتاب الله الحمد لله في صدورنا وفي عقولنا وفي قلوبنا وفي مدارسنا، والأجيال تأخذ عنه عن اللغة العربية الأصل هي قرآننا الكريم، لا يوجد إن شاء الله أي خوف على اللغة العربية. إلى القصيدة الجديدة تفضلي. سأقول نثرية صغيرة ولكن من المقفى على تفعيلة. كوني حقيقة
هل تسمحين لعابر بحر العيون بأن يجرب وقفة بالهدب يهديه الحبيب شعورا؟ هل تبصرين جمال روح عانقت فوح الأريج على أزاهير الخدود مرورا؟ هل ترتجين منابع الأشواق ساكنة مرافق عيني تشدو حبورا؟ لا ترتجي، لا تهمسي أفيقي، هل تدركين هي كلها أضغاث أحلام فكوني لي حقيقة. جميلة هذه هي المقطوعة النثرية، خصوصا أنها جاءت في إطار كسر القالب. نعم، ليدخل الشاعر على نفسه روح التجديد. نعم، بداية. نعم. وأيضا يقول لمن يتابعونه أنه قادر على ابتكار الجديد دائما. فيما يتعلق بمصطلح قصيدة النثر، هل أنت مع أم ضد المصطلح وليس المضمون والمحتوى؟ جميلة. أنا من خبرتي خاصة يعني خاصة جيل الجديد يحب أن لا تظل على لما الشاعر يلقي على المنبر لا يكون بشكل منوال والتكرار الممل. الجيل الجديد يريد دائما أن يسمع صوت جديد وليس على منوال معين كالقصيدة الطويلة العمودية التي تتبع روي وقافية واحدة. يحب أن يجدد، فهذا اللي مما جعل قصيدة النثرية أقرب إلى قلب الجيل الصاعد والشعراء الجدد للمتلقين. من حصلت تجربة معي ابنتي تقول أنا لا تطيل الأبيات في القصيدة العمودية الطويلة. نعم. سوف أشعر بالملل من الروي المتكرر، أريد أن أغير. فهذا مما جعلني ألجأ لكتابة الفقرات النثرية القصيرة، وأحيانا إذا كتبت بحرص وعناية تؤثر بشكل جميل جدا. بحقيقة هل أنت مقتنعة تماما بهذا القول؟ الشعر العمودي والقافية طبعا أكيد مقامها أول في الأول في الدرجة الأولى طبعا، والقصيدة النثرية إذا أحكمت كتابتها طبعا تكون جميلة بشكل تكون جميل. محلقة. إلى قصيدة جديدة تفضلي. سنقول عطر المبسم. يا واهبا بالحب أحلى موسمي، ريحانة المعنى ستحيا في فمي، إني وبسم الله أبدأ رحلتي لأعانق الأحباب فوق الأنجم، مري على تلك الطيوب وسلمي وتلمسي عطري بزهر المبسم وترفقي بالزهر عند سؤاله الله. حتى يظل مجددا لي بلسمي، لا شيء بين الورد يشبه عطره، لا شيء بين الورد يشبه عطره، فهو الفريد ولا شبيه لمنعمي، أنا روضة للشعر فاح أريجها فعبيرها الفواح يضحك في فمي. فعبيرها الفواح، أنا روضة للشعر فاح أريجها فعبيرها الفواح يضحك في فمي، لا تسألوني من أنا وتأملوا في وجه شعري طفلة لم تفطن. لا تسألوني من أنا وتأملوا في وجه شعري طفلة لم تفطن. لم تفطن عن ماذا بالضبط؟ لم تفطن عن قول الشعر إن شاء الله. إن شاء الله، هذا ما نتمناه لك. الآن سأطرح أمامك خمسة أو خمس مفردات وأريد تعريفات لهذه المفردات، ليست التعريفات الدارجة أو المعروفة عنها، وإنما تعريف من تلقاء نفسك وروحك وكيف تقرأين هذه الكلمات. الأوراق، ذاكرة الأيام، ذاكرة الأيام. الإبنة، الحب. الطريق، وسيلة الوصول. الضباب، العتمة تخبط.
زعاج، عدم وضوح الأفكار، ضباب. الشعر مرآة الجمال. الشعر مرآة الجمال، موزونة أليست كذلك؟ طبعا. الشعر مرآة الجمال. هذه المرآة كيف يمكن من خلالها أن نرى أنفسنا شبابا إلى الأبد؟ ما الذي نحتاجه حتى يظل تواصلنا مع هذه المرآة تواصلا شبابيا؟ أن يظل مخزونك الفكري بالقراءة والشعر في حالة إن شاء الله كالنبع. نعم. المتواصل الرسالة. متواصل التدفق، متواصل العطاء. نعم. تواصل التدفق والعطاء. الآن حينما نتحدث عن الوجع العربي مجددا ونجد أن هناك شعراء، بالمناسبة أمسكت ديوانك لأن لي معه حكاية سنفصح عنها بعد قليل. حينما نتحدث عن الوجع العربي ونجد أن هناك الكثير من الشعراء يزفون على غير منوال الوجع حتى وإن كان هذا وجع شعوبهم، باعتقادك هل هذه حالة طبيعية؟ لا طبعا. أم هي نوع من التنصل والتبرؤ من الواقع؟ والعياذ بالله، هناك الكثير للأسف وهم لا ينتمون الإنسانية. لا أدري كيف سمي إنسانا من لا يشعر في وجع أوطانه ووجع حاله وبيئته. أحسنت. طبعاً. الآن أنا رأيتك أحضرت نسختين من ديوانك، لا أعلم هذه النسخة لماذا، ولكن نسخة إهداء لقناة الرافدين ولحضرة بيت القصيد والأستاذ مصطفى مطر. أشكرك شكراً جزيلاً. لكن الآن قبل أن تقدميه إلي ويكون المشاهدون شهوداً عليه، أريد منك أن تنتقي النص الذي تحبين وتقرأيه كنص ختامي في هذه الحلقة. تفضل إن شاء الله. وتكتبني القصيدة. تفضل إلى القصيدة التي تحبين. هذا ديواني الأخير لي ثلاث دواوين. نعم. الديوان الأول كتبته نثريات في زمن التيه، وهو وله قصة معي. أني دفتر ذكرياتي كمذكراتي كطفلة لم أغير فيه شيء، حافظت عليه وأقول لأبنائي وبناتي أي كلمة تكتبوها حافظوا عليها. أحسنت. ستجدوها في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. وأصريت أن أطبعه كما هو. فيما بعد الديوان أصدرت وديوان جرح ووردة، وهو شعر عمودي والحمد لله، والأخير وطبعته في القاهرة في جمهورية مصر العربية وتكتبني القصيدة. بناء على وطبع لي كجائزة لفوزي بقصيدة في في مهرجان حمسة الدولي، في مهرجان شعري أيضا. نعم. بالقاهرة. خذينا إلى القصيدة. سأخذ أي قصيدة إن شاء الله. اقرأ التي تحبين والتي هي أمامك الآن، لا مشكلة. سر العميق. تفضلي. أفيق ونصف عمري لا يفيق، وأمسي شارد وغدي طليق، وتنين المشاعر في خيالي يخيف براءتي ودمي يريق. الله. وتلمع فتنة الدنيا بعيني تلوح كومضة ولها بريق، وثوبي في مرايا الحب طيف يعيش بوجهه سري العميق. نعم. ولكني وأيم الله قلب يناجي ربه إن حل ضيق. الله. الآن دعينا نتحدث عن فكرة الوطن مرة ثانية والعودة للأردن الذي تحبين. تأكيد. حينما تكتبين قصيدة هل تشعرين أن الأردن يفرض نفسه عليك فيها حتى وإن كانت القصيدة غير وطنية؟ بالتأكيد. كتبت للأردن عدة قصائد ولي في دواوين. لا يزال الوقت متسعا إذا كان لديك قصيدة للأردن. إن شاء الله لدي للأردن هناك نص معين مثلا الجدود. أنت تودين قراءته. إرث الجدود. إلى إرث جدودك وجدود الأردن وفلسطين، بينهما يعني أو بينهم وحدة لا يمكن إنكارها أو إغفالها. إلى القصيدة. طوبى لمن صدقوا، طوبى لمن وعدوا، فالله
غايتهم في كل ما اجتهدوا، وذي بلاد بأثواب الفخار بدت تطاول النجم في أعلامها البلد. بهم سنعلو وذكر النصر نرفعه على رؤوس رماح سوف ينعقد. رصاصة وشريف الأصل مطلقها من شرفة القصر إعلانا لتتحدوا. صارت جحافلها بالعز رافلة كأنها شهب بالمجد تتقد. ومنذ قرن من الأعوام شاهدنا على مواقف أبناء الحسين غدو. وراية العرب الأشراف يحفظها إرث الجدود لهم من نسلهم يلدوا. من نسلهم يلدوا، هذا الميلاد الذي يؤكد على تشبثنا وحبنا للحياة وحب التمسك بالوطن جذورا وتاريخا، هذا التاريخ الذي لا يمكن أن ينسى. يقودني إلى سؤال الآن، كلمة للتاريخ من أجل الأردن، ماذا عساك قائلة؟ الله يحفظ الأردن ويحفظ قائدنا ويحفظ جميع الدول العربية طبعا، ويلم عرب الشتات في جميع الأوطان، ونعود إن شاء الله جميعا لنصلي في القدس ونترحم على شهدائنا الأبرار. رسالة من لا للأمهات ولا لأمهات الشهداء في فلسطين، ألف تحية. وهذا الشعب المرابط الذي ما زال يقبض على الجرح ويقاوم في كل ما معنى الكلمة، له منا ألف تحية. جميل. وجذورنا المتشبثة في الأرض لن إن استطاعوا أن يخلعوا جذور الزيتون التين والزيتون من ترابك يا فلسطين، لن يخلعوا إن شاء الله جذورنا العربية. جميل هذا التشبيه الذي جمعت به ما بين المادي وما بين المعنوي، فمعنويات الشعب الفلسطيني تؤكد أن جذوره مبتدة ضاربة في عمق التاريخ ولا تقبل أن تجتث على يد غاصب بالتأكيد. يعني عابر بالتأكيد. وحتما سيذهب كذهاب غبار القوافل. ختاما رسالتك إلى الشعراء من روح نفس محبة، بما تنصحينهم؟ تفضلي. اللغة العربية، الحفاظ على اللغة العربية ولغة الضاد، كونوا أبناء قضية، نكون أبناء قضية حاملين رسالة في شعرنا، نوصل بأمانة وصدق، أن نكون يكون حرفنا مرآة لوجع الآخر، لوجع الآخرين ولحياتهم للحياة الأفضل بإذن الله. بإذن الله. أنا جدا تشرفت بلقائك أستاذة عبير الخضراء من الأردن، الشاعرة الأردنية ذات الجذور الفلسطينية طبعا. شكرا لك. نورتينا في هذا العدد، وأتمنى لمثل هذه اللقاءات الجميلة أن تتكرر في قادم المواعيد. بإذن الله. شكرا. وأنا شاكرة لكم بقناة الرافدين، وشاكرة لحضرتك وجميع الفريق العامل في البرنامج، ولكم مني كل التحية والشكر. شكرا جزيلا لحضرتك. شاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.